سمعت تفرقي عاد تنوضني الوالده تقول لي نوض شوف شنو هادشي بحال هكذا غادي نخرج تبان لي العافيه على وسط الطروج ملي غادي تما جاي بحال هكذا غادي تفرقنا ثلاثه تفرقعات اللي تفرقعوا ما عاد نجي بحال هكذا مي غادي نجي غنشوف حادثه غيبان لي مساوي بحال هكذا جبدوا السيد ميت جبدوا تسناو حتى جات لامبيونس عدات صافي وانا بقاش على نسمع ديك اللعبه ديال باق 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 كنقولوا شي شي كنجيو كنلقاو العافيه شاعله السيد مليوح صافي وبقات جات لعبه راس الزياج شويه هذا كيجيو مال الوقت حتى كتشوف هذاك الشيء ديال الافلام هذاك الشيء اللي كتشوف في الافلام هو اللي وقع اليوم كيبان لك رموق عام الرصاص قلت لك بحال كان شي واحد واقف في الطريق انا اوبا نود مسكينه دابا بغى يخوي عليه فهمتي بغى يبراكي عليه بحال هربت ليه هرب ليه الراس ودخل مسكين هنا وبقى غادي كيرولي 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 هو مسكين راه ما محروق ما والو راه ما مادي ما والو هو راسو مفرشخ تخلعنا حنا راه كنسمعوا داك الشيء ديال الانفجار راه كنصاحبوا شي حاجه المهم راه ما وقعات شي حاجه خايبه يا عمو الشايفور مسكين ولي لاحق او الرموك راه تشوف فيه محروق 100% غيكون مو فيه مسكين راس على حد الحاله راه لا اله الا الله تشوفوا راه يبقى فك هاد البلاصه هذيك يقولوا لها تي محسوبه على عين الجمعه وبزكوره هاد البلاصه هذي لوطور دي بوزكوره هذي خارج على بوزكوره المنطقه عين الجمعه هذي العسيلات ياك النواصره حارجه بزاف كاع المخ مسكين ما كاينش كاع ما كاينش والو الراس حال بحال شي قرعه خاويه من الوسط بحال هكذاك لا ما تادى حتى شي حاجه هو مسكين وقال كان من جنان وقال بحال كان اللي دار حادثه كان تلاح وقال نقاز وما عرف لا اللي عالم حيت هما السيد اللي جاو جبدوه من جبدي العافيه منين جبدوه هو ما محروق ما والو ما محروقش هو والو